السلام عليكم. فالحلقة اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم حبيت نشارك معكم بعض الطفرات تاع طيور الباجي أو البيروش كيف تلاحظوا في الفيديو. وتنعتذر ما قدرتش نصور فيديوهات تخصو بعض الدروس على القطط ولا على الطيور أو بعض المكملات الغذائية أو النظام الغذائي أو أي حاجة تخص الحيوانات الأليفة، نظرا لتليمات ما عنديش الوقت. كيف تعرفوا بعض الإخوان راه حليت واحد المحل ومبرز طبيعي مع الشويات، باش مابقاش عندي الوقت باش نصور فيديوهات. ان شاء الله الرحمن الرحيم غير توفر لي شويه تاع الوقت غادي نصور لكم فيديوهات، وراه عندي فيديوهات يعني كاتبهم خصني نصورهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالمناسبه مرحبا بكم في المحل اللي عندي، راه كاين في المسيره الاولى حي الودايا، فمرحبا بالجميع. غنخليكم النمره تاعت الهاتف اللي بغاني يتصل بيا، ومرحبا بالجميع. ولو هنا تكون وصلنا لنهايه الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.